بقية كانت حريصة على إبراز قدرتها ورغبتها في تسلم المسؤولية عن الأمن داخل المدن من وزارة الدفاع. ويقول مسؤول الوزارة إن لجان من الوزارتين وضعت خطة لتسليم المسؤولية تدريجيا إلى الداخلية، تعتمد فيها على ما وصفوه بدرجة سخونة المناطق ووترتها أمنيا. هناك خطة وضعت من قبل لجنة عليا باشتراك بين وزارة الدفاع والداخلية. هذه اللجنة عدت خطة لتسليم الملف الأمني كما نقول إلى أهله، إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية مسؤولة قانونا ودستوريا عن الأمن الداخلي. أخواننا في وزارة الدفاع شاركوا معنا خلال الفترة الماضية. حسب سخونة المنطقة بعض المناطق الساخنة تأتي في المرحلة الأخيرة، ولكن في النهاية لابد أن تستلم وزارة الداخلية الملف الأمني ويعود الجيش إلى معسكراته لحماية البلد وسيادته. وضعنا خطط حاليا، هذه الخطط تضمن أساليب جديدة للتعامل مع بقايا العدو الإرهابي. مثل ما تعرف العدو الإرهابي الكافر المتخلف حول استهداف المواطنين الأبرياء. الداخلية لم تخفي وجود اختراق بين صفوف منتسبيها، لكنها تقول إن إجراءات اتخذت لتخليص دوائرها من العناصر المشكوك بها. الجهاز الذي يضم 620 ألف عنصر، فلا بد أن يكون هناك بعض الخرقات، بعض العناصر غير الأمينة. لدينا لجان ولدينا مؤسسات تعمل على تخليص الجهاز من هذه العناصر الدخيلة. إذا شخص أنه بعض العناصر سواء كانوا من الضباط أو المنتسبين أو موظفين المدنيين أصبحوا بدرجة أنه غير مؤهلين للاستمرار في الأجهزة الأمنية، الوزارة لن تتهاون. ويبدو أن الداخلية تريد من تأكيدها على إعلان قدرتها مسك زمام الأمن في بغداد إعطاء ثقة للمواطنين والمراقبين بمستقبل الأمن بعد الانسحاب الأمريكي، مع أن مختصين يبدون متشائمين من التصعيد الأمني الأخير الذي لم ينجو حتى مقر وزارة الداخلية من تبعاته. أيسر جبار، السومرية.